بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله متابعينا ومشاهدينا الماجد، السلام عليكم ورحمة الله. البداية اليوم ستكون مع مردود لاعبين في رابطة أبطال أوروبا، ومن هولندا نبدأ، حيث تلقى فينورد روتردام هزيمة ساحقة على أرضه أمام باير ليفركوزن برباعية كاملة في اليوم الأول من دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة. وشارك في هذا اللقاء الثنائي الجزائري الناشط في نادي فينورد وهما زروقي وحاج موسى، حيث دخل زروقي أساسي لكن قدم أداء سلبي وشوط أول كارثي، مما دفع بالمدرب لاستبداله مع بداية الشوط الثاني بعد أن تلقى شباك فريقه 4 أهداف كاملة. وكان زروقي المتسبب في الهدف الأول لليفركوزن في الدقيقة 5، حيث فقد الكرة على مقربة من منطقة 18 متر، مما سمح للاعب باير تقدم بسرعة. ومن تسديدة فلوريان فيرت سجل ليفركوزن أول أهدافه. ومن ركنية استطاع زروقي في الدقيقة 9 إن لم تخني الذاكرة من تعديل النتيجة، لكن لسوء حظه كان متسللا. وكان تأثر زروقي واضحا بالوتيرة السريعة للمباراة وسرعة لاعبي بايرن في التحول الهجومي والهجمات المعاكسة الخاطفة، وعانى من أجل مواكبة رتم المباراة لأنه لاعب بطيء، مما أدى بمدربه إلى استبداله في الشوطين. وحتى إحصائية اللعب كانت سلبية بالنسبة لمتوسط ميدان، يعني أسيست لم يقدم ولا أسيست، 0 تمريرة مفتاحية 0، لم يقدم ولا تمريرة مفتاحية، الصراعات الثنائية لم يفز بأي صراع ثنائي، قذفة كانت واحدة خارج الإطار. يعني مردود الهجومي كمتوسط ميدان كان ضعيف جدا، وحتى مردود الدفاعي يعني حتى من الناحية الدفاعية إحصائيات اللعب كانت سلبية جدا. خسر 6 كرات، لم يرتكب أي خطأ كما سبق وأن قلنا، لأنه لم يدخل في صراعات ثنائية، خاصة وأن لاعبي الباير لا يحتفظون كثيرا بالكرة، ولاعبين يعتمدون على السرعة واللعب من اللمسة الواحدة ولا يدخلون في صراعات ثنائية إلا نادرا. وقع في التسلل مرة واحدة في لقطة الهدف، لم يتصدى لأي قذف، لم يقم بأي تدخل ولم يقم بأي مراوغة. الأخطاء التي تتسبب في أهداف، ارتكب خطأ واحد وتسبب في هدف. أمسية كانت سلبية وكابوس بالنسبة لرام زروقي الذي خسر نقاط كثيرة ويتجه حسب رأيي الشخصي شيئا فشيئا إلى مقاعد البدلاء. وتمكن فريق فينورد من إيجاد شيء من التوازن يعني في الشوط الثاني بعد التغييرات، ولم يدخل مرماه أي هدف. ودخل الجزائري الآخر في الفريق الهولندي أنيس حاج موسى في الدقيقة 60، وكان أداء الشاب حاج موسى جيد، وشاهدنا أشياء إيجابية في أداء حاج موسى، ثقة بالنفس، اللاعب الوحيد طوال 90 دقيقة من جانب فينورد الذي كان يمسك الكرة بهدوء يحاول التوغل. لو قارنا بينه وبين اللاعب البوركينابي جوردان لوتومبا الذي لعب ساعة كاملة، يعني ضعف ما لعبه حاج موسى، لوتومبا لم يقم بأي محاولة وتفوق عليه وسط ميدان ودفاع الباير بالطول والعرض، لم يقم بأي مراوغة. يعني أعيد بمشاهدة المباراة، لم يقم اللاعب لوتومبا بأي مراوغة عدا لقطة واحدة في الشوط الأول دخل في صراع فردي وفاز بالكرة ومررها، عدا ذلك لا يوجد أي شيء، ولم يقم بأي مراوغة ناجحة، ولم يقدم أي عرضية، يعني حتى رفع للكرة، فقط رفع للكرة في مناطق 18 متر وليس عرضية دقيقة على طريقة رياض محرز، لم يقم بها. يعني باختصار كان شيء يجري فوق أرضية الميدان وفقط، وحسب رأيي هو اللاعب الأسوأ في المباراة، يعني أسوأ من زروقي. يعني زروقي لو لم يرتكب لقطة الهدف لكان حتى في التنقيط أحسن من هذا اللاعب. يعني اللاعب لوتومبا هو أسوأ لاعب على الإطلاق، كيف لعب 60 دقيقة؟ أمر غريب. وبالعودة إلى أداء حاج موسى الذي خلف لوتومبا على الرواق الأيمن، في كل الكرات التي تلقاها كان يذهب للأمام، يعني كل الكرات التي وصلت لحاج موسى كان يذهب بها إلى الأمام، كان يذهب محاولا اختراق الدفاع ليفركوزن، محاولا مراوغة المدافعين، عدا كرة واحدة عاد بها إلى الخلف، ونجح في التفوق على دفاع الباير رغم تواجد على الأقل 3 مدافعين أمامه، 2 في الضغط عليه يعني من أجل افتكاك الكرة، والثالث في المراقبة وسد المنافذ.
دائما ما تجد ثلاث لاعبين، خاصة عندما يقترب من 18 متر تجد ثلاث لاعبين وتجده معزول يعني لوحده أمام ثلاث لاعبين. إلا أنه استطاع تقديم تمريرتين جميلتين، واحدة أضاعها المهاجم يعني بسهولة، كان بالإمكان كما يقال أفضل مما كان، كان اللاعب بإمكانه تسديد الكرة وليس لعبها بالعقب على طريقة رابح ماجر، وأين هو يعني من رابح ماجر يا شتانة. والتمريرة الأخرى يعني كانت له تمريرة أخرى أرضية جميلة بتوغل جميل سجل منها هدف، اتضح بعد ذلك أنه تسلل ولم يكن التسلل لا من حاج موسى ولا من مسجل هدف، بل قلب الهجوم الذي استقبل الكرة الأولى هو الذي عاد من وضع التسلل. أيضا استطاع تقديم ثلاث عرضيات لم تجد من يحولها إلى أهداف، حاول مساعدة الدفاع، عاد إلى المناطق الدفاع في أكثر من كرة، افتك كرتين على ما أتذكر، وكانت إحصائيته مقبولة، قدم كرة مفتاحية، قدم كرتين طويلتين ناجحتين، فاز وفي يعني في الصراعات الهوائية فاز باثنين من أصل اثنين، لم يفز بصراعات أرضية، قام بمراوغة ناجحة، والإحصائيات التي والإحصائية الوحيدة يعني حسب رأيي التي أراها أنا سلبية هو التسديدات على المرمى، اللاعب لم يسدد على المرمى طوال 30 دقيقة التي لعبها، رغم أنه قدم عرضيات، تمريرات، محاولة توغل، محاولة مراوغة، لكن حسب رأيي كما أن اللعب الجماعي مطلوب والتمريرات والطويلة والقصيرة وفي العمق، يبقى اللعب الفردي والارتجال في بعض اللقطات مهم ومهم جدا، فاللاعب عليه المهاجم خاصة عليه أن يقوم بمحاولة فردية، يعني رغم التعليمات التي أصبحت صارمة الآن من المدربين على عدم إضاعة الكرة واللعب الجماعي وما إلى ذلك، إلا أنه الثقة بالنفس شيء جميل، وهذا اللاعب يمتلك ثقة بالنفس. وفي هذه المباراة كسب حاج موسى نقاط كثيرة، وكما قلنا أضاع زروقي بعض النقاط ويتجه نحو مقاعد البدلاء، فإن حاج موسى كسب نقاط ويتجه نحو ضمان مكانة أساسية في فريق فينورد، فقط لمن كان يقول أن حاج موسى لاعب يلعب في القسم الثاني ولم يلعب أي مباراة، ها هو المدرب يعني يدخله في أقوى منافسة في أوروبا وهي رابطة أبطال أوروبا وحتى في العالم، أقوى منافسة في العالم وليس في أوروبا فقط، من أقوى الفرق حاليا في أوروبا. الموسم الماضي فاز بالدوري الألماني من دون أن يخسر أي مباراة، ولعب نهائي المنافسة الأوروبية أمام الاتحاد الأوروبي، كثرت المنافسة الأوروبية أمام الإنتر وفاز، يعني فاز غاسبيريني، تفوق غاسبيريني ولقمان على ألونسو وأشباله، أول مدرب يعني زوج بحاج موسى أمام أقوى الدفاعات في أوروبا وأمام أقوى المنظومات التكتيكية، منظومة البايرن ليفركوزن، ونحن أمام ليبيريا وأمام غينيا، يقول كيف يستدعي حاج موسى، يعني منطق غريب ومنطق غير سليم ومنطق غير سوي. اللاعب الذي يمتلك إمكانيات لكي يلعب في كأس أبطال أوروبا يعني في رابطة أبطال أوروبا لا يمتلك إمكانيات يلعب أمام ليبيريا أو يلعب أمام إثيوبيا أو يلعب أمام لا أدري من في إفريقيا. نحن دائما نحاول أن نضخم لاعبين لا مستوى لهم، واللاعبين الشباب، اللاعبين الشباب حتى وإن كان مستواهم يعني أقل، يعني لو مثلا مستوى حاج موسى أقل من مستوى محل، حاج موسى هو المستقبل، هو اللاعب الشاب يحتاج إلى الدعم، نقول نعطي للاعب الفرصة ليلعب مباراة أو مباراتين أو ثلاثة، إن لم يثبت نفسه فالمنتخب ليس ملك لأحد، لا يستدعى ثانية مرة أخرى، ولكن اللاعب لم يلعب أي دقيقة ويتعرض للانتقادات هو أو غيره، يعني حاج موسى أو بوعناني أو أي لاعب يستدعى للمنتخب الوطني ولا يلعب أي دقيقة ويتعرض لانتقادات لادعة، أراء وهمية مبنية على الوهم، أنت لم تشاهد اللاعب على أرضية الميدان ولم تتابعه حتى في البطولة، حتى في البطولة للمباراتين التي لعبهم، ولا نتحدث عن المباريات، مباراة الكأس ومباراة التحضيرية، لأنه لعب وأنا متأكد الذين انتقدوه لم يشاهدوا هذه المباريات، حتى المباراتين في البطولة وهي متوفرة بإمكانك العودة إلى أي منصة وتشاهده وتحكم على مستوى حاج موسى، هل هذا اللاعب يملك إمكانيات ولم يملك مؤهلات أو لا يملك مؤهلات؟ ليس الانتقاد من أجل التحطيم وفقط، اللاعبين الشباب بصفة عامة سواء من البطولة الوطنية أو الذي يأتوا من البطولات الأخرى يحتاجون إلى الدعم،
والكلام فوق الميدان عندما يدخل اللاعب ولا يقدم أي شيء، من حقك أن تنتقد بالرغم أن الشباب يحتاجون إلى الدعم وإن قدموا مستوى متوسط، ونعطيهم الفرصة الكاملة إن لم ينجحوا في هذه كرة القدم. نبقى دائما مع رابطة الأبطال ونمر إلى الفرنكو الجزائري مغناصة أكيليوش الذي قدم مباراة جيدة تحت أنظار ديدي ديشان. أكيليوش سجل هدف، قدم أداء نموذجي، تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا، وفعلها مغناص وافتتح باب التسجيل في الدقيقة 16 وهو أول هدف له في رابطة الأبطال. وقال مغناص عن هدفه: عندما كنت طفلا حلمت عدة مرات بتسجيل هذا الهدف من خلال التوغل ثم التسديد بقدمي اليسرى، واليوم تمكنت من تحقيق هذا الحلم، وأتمنى أن أسجل المزيد من الأهداف المماثلة والفوز والاحتفال مع المشجعين لحظات لا تنسى بالنسبة لي. وقدم أكيليوش أداء هجومي جيد، سجل هدف، قام بمراوغتين ناجحتين، قدم 3 عرضيات وتمريرة مفتاحية، وكان ضمن التشكيلة المثالية. كان هذا ما لدينا في فيديو اليوم، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.